أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأشياعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربك يناديك، ونداء الليلة من الرحمن الرحيم هو النداء 39، وهو في سورة المائدة. يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا هو النداء المبارك. ربنا سبحانه وتعالى يربينا ويؤدبنا ويعلمنا في هذا النداء كيف نتعامل مع الله بالغيب، لأن المسلم غير المؤمن. المؤمن يختبر في الستر فيما بينه وبين الله، اللي هو الغيب. يعني يجي وانت في البيت كده يشوفك تعمل حلال ولا حرام، تعمل صح ولا غلط الى غير ذلك، ده اسمه اختبار ايماني للعبد. نجح العبد يبقى دلل ان هو ايه؟ مؤمن. ما نجحش يبقى ايمانه ضعيف يا مسلم. المسلم بقى بيختبر في الشهاده، الشهاده اللي هي قدام الناس يعني، لكن يختبر في الحياء فيها. النجح في الحياء قدام الناس بقى مسلم. لو نجح في الحياء بعيد عن أعين الناس بقى مؤمن. رسب اختبار الحياء قدام الناس ضعيف الإسلام. طب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحتة دي مهمة وجوهرية شوية. ربنا بيقول لنا إيه في النداء المبارك ده؟ بيقول: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، أنا هبتليكم، أختبركم بيني وبينكم دون أن يراكم الناس أن تفعلونها أو لا تفعلونها. فإن فعلتموها في الغيب فأنتم ضعاف الإيمان، بس مسلمين برضو وعندكم إيمان. لأن الفرق بين المؤمن والمسلم فرق جوهري. من الفارق بينهما هذه الآية، إن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى لما يختبر بينه وبينه في الغيب يعني ينجح. الذين يؤمنون بالغيب، لو رسب في الامتحان في الغيب بينه وبين ربنا من بعيد عن أعين الناس يبقى إيه؟ مسلم أو ضعيف الإيمان. طب لو أمام الناس وربنا بيختبرك، بيختبرك في إيه في الغالب؟ بيختبرك في قوة الحياء. يجي يجاهر بالمعصية، ضعف حياء، امتناع حياء. وذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إيه؟ قال: إن لم تستحي فافعل ما شئت. يبقى لو رسب في هذا الامتحان بينه وبين الناس أو في أمام أعين الناس يبقى هو فاقد الإيمان وضعيف الإسلام. ولذلك كان من أعظم الكبائر عند الله يا جماعة المجاهرة بالمعصية. ليه؟ لأن دي اختبار للعبد أمام أعين الناس، والاختبار الغيب اختبار للعبد أمام عين الله وحده سبحانه وتعالى. صليتوا على الحبيب. طب ايه العلاقه بقى بين الكلام ده وبين اللي احنا بنقوله النهارده؟ ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يربي الجيل الاول على هذه الجزئيه. لما راح النبي عليه الصلاه والسلام في عمره الحديبيه هو جماعه من الصحابه، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في حته خطيره جدا. قال لهم: ما ينفعش تحرموا وانتم محرمين تقتلوا صيدا او تصطادوا صيدا بايديكم او برماحكم واسلحتكم. ده اختبار، بس اختبار غيبي، لانك ممكن تصطاد ومحدش ايه شايفك. يوم ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا الاختبار فينجحون جميعا. يوم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: زي ما انا ربيت الجيل الاول بربيكم انتوا كمان، علي يا رب على التدريب على ان تخافوا الله والا تقتربوا من حدوده امام الناس بان ادربكم على الاقتراب من حدوده بينكم وبين الله في الغيب. انا عايز اسال عن اخلاق واحد واشوف اخلاقه شكلها ايه بالمئة. اقول لك تسال مين؟ مراته. ليه مراته؟ اللي بتحتك بيه في الغيب، الاوضه مقفوله وهي اللي معاه،
الحمام مقفول وهي اللي معاه، المطبخ مقفول وهي اللي معاه، اللحاف مقفول وهي اللي كل حاجة هي اللي معاه في الغيب. العيوب بين قوي هنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا بدربكم على الغيب اللي بينكم وبيني، تتربوا وتبقوا عندكم مخافة من الله فيه ومراقبة لله فيه وإحساس عالي فيه وحياء فيه وإلى غير ذلك. لأن لو نجحتوا في ده هيبقى سهل قوي قوي قوي، وإنكم بينكم وبين الناس يبقى عندكم خوف من الله وحياء من الله ومراقبة لله وتمشوا مظبوطين. فيجي اختبر الصحابة دول وهم رايحين لعمرة الحديبية، فأرسل الله إليهم سبحانه وتعالى الطيور يقع في أمتعتهم ويبيض في خيامهم، بحس ان الواحد يمكن ممكن ياخد البيضة كده ويعملها كده وياكلها، وياخد الفرخة كده ولا الحمامة كده ولا مش عارف كده وراح دبحها وراح تناله ايه ايديكم، ويجعل الظباء والحاجات اللي هي الحيوانات الأليفة دي كانت تمشي جنبهم كده وتخبط فيهم وتحتك بيهم. سبحان الملك، طب ليه كده يا رب؟ الجيل ده هو الجيل اللي هيربي الدنيا كلها الى يوم القيامة. قال لك لازم نربيه بقى يعني. وشفت اللقطة بتاعت عمرة الحديبية اخرها ايه؟ اخرها على حدود مكة الكفار والمشركين يقفوا يقولوا مش داخلين مكة، ده احنا اهل مكة، ده احنا اولى بالحرم ده هو منكم انتوا يا مشركين، لان احنا مؤمنين موحدين وجايين نطوف وجايين نعمل عمرة والنبي اهو معانا، يقوم يقولوا لهم لا امشوا. اختبار هيبقى صعب قوي، فربنا بربيهم في الاختبار ده قبل ما يجوا للاختبار الايه الاشد اللي هو اختبار ايه بتاع صلح الحديبية ده. سبحان الملك، فنجحوا في الاختبار الاولاني وربنا ثبتهم كمان في الاختبار الثاني. لما تسلك مع ربنا في شبر يسلك لك طريقك في فدان وانت ماشي فيه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، يبقى هم عملوا ايه؟ اهتدوا بس، زادهم وآتاه، يبقى اتنين في ايه؟ اتنين في واحد، يبقى انت اللي كسبان. سبحان الملك، يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله، لم التوكيدية دي يعني هيحصل على سيا ربنا هيبتليك هيبتليك. ولذلك في غالب ابتلاءات المؤمنين ابتلاءات بعيدة عن الناس. واحد يجي لك بمبلغ كده بينك وبينه كده ويقول لك خد واعمل الحاجة الفلانية، طب هو حد شايفك غيرك انت وهو؟ طب هو هيروح يقول ده انا اديت فلان رشوة ولا اديت فلان عمولة ولا اديت فلان كذا؟ لا مش هيحصل. فده اختبار ربنا بيختبرك في السرية هو بقى. او انت في بيتك كده يحصل حاجة كده من ذلك والدنيا تتفتح خالص وممكن انت تعمل اي حاجة وتشوف اي حاجة وتكلم اي حاجة وتقول اي حاجة وتاخد قرار في اي حاجة. ربنا بيختبرك في الايه؟ في حتة الغيب دي. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي، هيبقى تحت ايديكم وعلى قرب من رمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طب ما هو ربنا مش عارفها من غير ما يختبرنا؟ عارف ولا مش عارف؟ يعني هو مش مطلع على قلبك دلوقتي، عارف خوفك من ربنا بالغيب كم في المية؟ وعارف خوفي من ربنا كم في المية؟ عارف ولا مش عارف؟ لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرف العبد مكانته فين مع الرب. ولذلك أنا عمال أقول لكم خطب، عمال أقول لكم دروس، عمال أقول لكم لذلك وذلك، وبعدين ربنا يختبرني فروح بيني وبين ربنا فروح واقع. ده دي نعمة من الله. ليه؟ عشان يقول لي ظبط نفسك لأن الأمور لسه ما ظبطتش، اتعدل شوية لأن الأمور لسه ما اتعدلتش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، لكن بيقول ايه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. علم ايه بقى؟ علم لغير الله مش لله، لانه عالم، عشان العبد نفسه يعرف هو فين. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. كل المنافقين ايام النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيقولوا ايه؟ احنا اسياد الايمان واسياد التقى في المجتمع النبوي. لما تيجي الاختبارات طب اطلعوا بقى حاربوا في سبيل الله، طب جهدوا باموالكم، طب جهدوا بانفسكم، كلهم ايه؟ سقطوا ورسبوا في الامتحان. فربنا يبعت البلاء عشان ايه؟ عشان يعرفك انت الاول انت فين، عشان تراجع نفسك بسرعه قبل ما تموت وتعدل وتصحح اوضاعك مع الله، وعلشان غيرك كمان يعرف انت فين. لان ممكن في ناس تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. والعياذ بالله ربنا بيفضحها علشان ايه؟ يبين للناس ان الناس دي المنافق ودي المؤمن، دي الصادق ودي الكذاب. نسأل الله ان نكون من الصادقين. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ربنا ما بيديك مهله واثنين وثلاثه ويضربك مره واثنين وثلاثه ويبتليك مره واثنين وثلاثه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ربنا فرق بيننا وبين بني اسرائيل في الحته دي يا جماعه،
شوف تعامل مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم إيه وهم رايحين للحديبية، بعت خلي الطير تيجي في رحالهم وتيجي في مش عارف إيه، ويبقى الغزالة جنب مش عارف إيه والحمار مش عارف إيه جنب إيه ويعمل إيه، وهو ينمم نفسه خالص ليه؟ لأن الله قال له وأنت محرم ما ينفعش تصطاد حاجة. اختبر نفس الاختبار بني إسرائيل أصحاب السبت، يرموا الشباك يوم الحد يوم الاثنين يوم الثلاث يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة، الصيد خفيف قوي وسمك إيه؟ سمك اللي هو نما الحيتان الكبيرة، ما تيجيش إلا يوم السبت يوم إيه اللي ربنا حرم فيه الصيد عليه. ده بلاء ولا مش بلاء؟ عملوا إيه؟ رسبوا في البلاء. يجوا يوم الجمعة يفردوا الشباك في المية ويقعدوا على الشط وما يصطادوش. الحيتان تيجي يوم الايه السبت تدخل الشباك ما تطلعش، يجوا هم لحد الصبح يصطادوا ويقولوا ايه احنا كده عملنا ايه سمعنا كلام ربنا، لكن دي حيلة من حيل اليهود. فرسبوا في الامتحان ونجح اهل الايمان من اصحاب محمد في الامتحان. فلا يحسبن العبد انه يخدع ربه ابدا، وربنا سبحانه وتعالى جعلهم للناس آية لما أرادوا أن يخدعوا الله. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وإنت محرم لا يجوز لك أن تصطاد شيئا أو أن تقتل شيئا إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى لو أنت إيه لو أنت محرم: الحية والغراب والكلب العقور والحداءة والفأرة. قاس العلماء على هؤلاء أيضا أو هذه الأشياء أيضا الأسد والنمر والذئب، كل حاجة مفترسة أو كل حاجة ممكن تأذي الإنسان حتى لو فين في داخل الحرم. فالإسلام يستوعب بتربيته الجام الإنسان في حركة الحياة وهو محرم، لكنه عند الضرورة يبيح له ما حرمه عليه حتى لا يؤذي نفسه أو يؤذى أحد غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربنا وأن يهدنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.